بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. سئل أمير المؤمنين سلام الله عليه، أنتم شيعة علي وتعرفون مناقب علي بن أبي طالب لا تعد ولا تحصى، كثيرة كثيرة اللي يقول عنها ذاك العالم، يقول عجبت من أمر أمير المؤمنين سلام الله عليه، أخفى مآثره أعداؤه حسدا، وأخفى مناقبه محبوه خوفا، ومع ذلك ظهر من مناقبه وآثاره ما ملأ الخافقين. مناقبه كثيرة لا تعد ولا تحصى، مع ذلك لما سئل أمير المؤمنين سلام الله عليه عن أعظم منقبة له وأفضل منقبة له، تلا هذه الآية، قرأ سلام الله عليه: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن علمه ومن عنده علم الكتاب. ليش هذه تعتبر أعظم منقبة لعلي بن أبي طالب؟ بل كيف صارت منقبة لعلي بن أبي طالب؟ وما علاقة الآية بعلي بن أبي طالب؟ لاحظ، الله عز وجل قاعد يخاطب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: يا محمد، هذول المشركين أذوك، كفروا برسالتك، كفروا بكتابك، كفروا بدعوتك، أنت هم بعد لا تأذي نفسك، فلعلك باخع نفسك على آثارهم، إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. باخع يعني مؤذي، يعني متعب نفسك. لا يا محمد، لا تؤذي نفسك ولا تعور راسك وياهم بتعبيرنا، وإنما قل لهم كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. العلامة الطبطبائي يقول هذه الشهادة مو شهادة إثبات، شهادة تأدية. يعني رسول الله ما قاعد يقول لهم تعالوا أثبت لكم أن أنا صح، لا، قاعد يقول لهم إن صدقتموني كان بها نجوتم، إذا ما صدقتموني يكفيني، الله شاهد على أني أديت اللي علي، وعلى أني قدمت هذه الرسالة وصدعت بها وبلغتها، يكفيني اثنين فقط هم شاهدين على أني أديت الرسالة، منو؟ الله ومن عنده علم الكتاب. شوف، هذه يسمونها شهادة تأدية. مرة أنت تجي تشهد شهادة إثبات، تريد تثبت أنك صح، فتروح تجيب اثنين شهود، هاي يسمونها شهادة إثبات. مرة واحد ينكر كلامك يقول لك أثبت الكلام، تقول له ما يهمني أثبت لك لو ما أثبت لك، المهم أن أكو اثنين مثلا يعرفون أني أنا أديت الواجب، أكو اثنين يعرفون أني أديت ما علي، هاي يسمونها شهادة تأدية. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الله يقول له: يا محمد قل لهم كفى بالله شهيدا إن صدقتم كان بها، ما صدقتم يكفيني أن أكو اثنين هم يراقبوني ويشوفوني ويعرفون أني أديت الأمانة، بعد ما يهمني، وما على الرسول إلا بلاغ المبلغ. طيب، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. طيب، هذا الكتاب بالقرآن مرة تجي بمعنى هو هذا القرآن: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن خبير عليم. إنزين، هنا كتاب شنو يعني؟ قرآن. ومرة لا، كتاب تيجي بالقرآن تحمل معنى أوسع، مو هذا القرآن المقصود بها. مرة تيجي كلمة كتاب في القرآن ما يقصد منها هذا المصحف، يقصد منها ما هو أوسع وأشمل، يقصد منها أسرار هذا الوجود، خارطة هذا الكون. تقرون أنتم بصلاة الغفيلة: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمه. عليكم السلام ورحمة الله. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أي كتاب هذا؟ ارجع لكتب التفسير، هل هذا الكتاب اللي مقصود به القرآن لو في شيء ثاني؟ الله يقول هذه الأسرار قطرات البحر قطرات المطر، ماكو ورقة تطيح من شجرة الله والله حاطها في كتاب، وماكو سر من أسرار الوجود إلا موجود في كتاب. أي كتاب هذا؟ مو كتاب القرآن، قالوا كتاب فشي ثاني عند رب العالمين، فيه خارطة الوجود، أسرار هذا الوجود. أنت من تشتري لك بيت تحتاج وثائق وخارطة البيت حتى تعرف شلون تصرف به، صحيح لو لا؟
تعرف أسرار هذا البيت، شلون بانينا، شلون حاطين الأساس، بيبات الماي وين صايرة، بيبات الحديد وين صايرة، هالتفاصيل شلون تعرفها؟ من خلال خرائط المنزل. بلا تشبيه الله عز وجل يقول هذا الكون إلى خارطة، الكتاب هو خارطة هذا الكون، اللي يطلع على الكتاب راح يعرف أسرار هذا الكون وهذا الوجود. طيب سؤال، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. أي كتاب مقصود؟ كتاب القرآن لو الكتاب بالمعنى الثاني اللي ذكرناه الآن اللي أعم وأشمل، إيش رأيكم؟ يلا جاوبوني. ليش؟ ها قرآن ثاني، بس ما هو دليلك؟ شنو هو دليلك؟ أن هنا ورد بمعنى أعم. أكو عندنا قرينة أخواني في آية ثانية في قصة سليمان، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الذي عنده علم. أي كتاب هذا؟ مو القرآن. آصف بن برخية عنده علم من الكتاب، من خارطة الوجود. تتذكر مثال البيت اللي جبت لك إياه؟ إذا تعرف خارطة البيت تعرف أسرار البيت، تقدر تتصرف به. هذا عنده علم من الكتاب، عنده علم من أسرار هذا الوجود والكون، استطاع أن يتصرف وأن يغير في قوانين الطبيعة، وإذا به يحضر عرش بلقيس من اليمن فوق 2000-3000 كيلو إلى الشام إلى قصر سليمان، أحضر هذا العرش قبل أن يرتد إليه طرفه. فتشي خيالي، يعني لو مو ذاكر هالقرآن تشاقلنا هذه أسطورة. قبل أن يرتد، يعني قبل الله هيك ترمش عينك وإذا بسليمان شاف بأن هذا العرش موجود. هذا لأن عنده علم من الكتاب، والكتاب مو القرآن، قلنا الكتاب خارطة الوجود، أسرار هذا الكون. الله عز وجل يقول هذا اللي عنده شهيدية تالية لشهيدية الله. قل كفى بالله شهيدا، الشهادة الأولى. الشهيدية الثانية، لمن عنده علم الكتاب. ديروا بالكم ترى هذا فد إنسان مو عادي، ترى هذا عنده خارطة وأسرار الوجود كلها أنا معطيه إياه. إنزين بعد اثنين، ليش ما قال قل كفى بالله شاهدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب؟ ليش قال شهيدا؟ تؤمنون بأن كلمات القرآن دقيقة جدا ما بها عفوية لولا؟ طيب ليش قال شهيدا ما قال شاهدا؟ شو السبب؟ اللغة العربية فرق بين شهيد وبين شاهد. العلامة المصطفوي في كتاب التحقيق في كلمات القرآن يقول أكو فرق بين الشهيد والشاهد. الشاهد هو الذي حضر واقعة معينة محدودة، علمه محدود في واقعة معينة. أنت مثلا شفت إنسان قتل إنسان، تروح شاهد عليه، مو شهيد، شاهد. شاهد على ماذا؟ على واقعة حادثة محدودة جدا، وهي أن فلان قتل فلان. مشيت بالشارع، واحد دعم آخر سيارته، أنت شفته، تروح شاهد على ماذا؟ على واقعة محدودة جدا. لاحظ في القرآن الكريم في سورة يوسف، بسم الله الرحمن الرحيم، وشهيدة، أحسنت، ما قال شهيد، شاهد من أهلها. ليش؟ لأن واقعة محدودة. شنو هي هالواقعة؟ إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. هي هاي بس شاهد. طيب القرآن ما قال كفى بالله شاهد، قال شهيد. شنو الشهيد؟ قالوا لا، الشهيد استمرارية بالعلم، مراقبة مستمرة. الشهيد إحاطة شمولية، علم مستقر. لذلك ما قال القرآن والله على كل شيء، ما قال شاهد، شنو؟ شهيد مستمر، الله يراقب ويعلم كل شيء، عنده علم مستمر. الشاهد عنده علم في واقع معين، الشهيد علمه مستمر. الآن عرفنا الفرق بين الشاهد والشهيد؟ عرفنا لو لا؟ ما حيجاوبني؟ ايه جاوبني، خلي اشوفك متفاعل وياي. الشهيد عنده علم مستمر، بينما الشاهد علمه محدود في واقعة معينة. طيب هذا اللي عنده علم الكتاب شاهد لو شهيد؟ ها، قل كفى بالله بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. هذا اللي عنده علم الكتاب شهيد لو شاهد؟ شهيد، علمه مستمر، عنده إحاطة، عنده شمولية، عنده اطلاع واسع
فهو شهيد. طيب هم عنده علم الكتاب وعرفنا شنو يعني الكتاب، وهم شهيد مشاهد، من هو هذا؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه. قل لي ما هو دليلك؟ عندنا هواية أدلة. واحد يجي يقول لا يمكن مو علي بن أبي طالب، الله قاعد يقول للمشركين يقولهم إذا ما تصدقون بهذا القرآن شوفوا أكو عندكم نصارى وعندكم يهود أسلموا، هذول عندهم علم في كتبهم التوراة والإنجيل، سألوهم، هذول من عندهم علم الكتاب سألوهم، هم يجاوبونكم. قلهم هذا كلام مرفوض، قالوا مثل عبد الله ابن سلام، مثل تيم الداري، مثل سلمان المحمدي، هذول كانوا كلهم نصارى ويهود وصاروا مسلمين، هذا معنات الآية. الله يقولهم سألوهم، قلوا لهم هل صحيح هذا القرآن؟ لو مو صحيح هم يخبروكم بما كان عندهم في كتبهم. قلهم هذا كلام مرفوض. ليش؟ لعدة أسباب. أولا الآية مكية وهذول كلهم أسلموا بالمدينة، نزلت الآية هم ما موجودين أصلا، ما مسلمين، فشون الله يقول لهم سألوهم هم ما كانوا مسلمين، ما موجودين في مكة. ثانيا لا يمكن أن يكون هؤلاء عندهم مقام الشهيدية وعند علم الكتاب اللي تكلمنا عنه. ثالثا ما حد ادعى هذا المقام إلا علي بن أبي طالب، ما حد صاحسنت، ما حد صعد المنبر وقال سلوني قبل أن تفق، أنا أعلم بطرق السماء منكم عنها بطرق الأرض. من عنده علم الكتاب عرفنا شو عن الكتاب، أسرار خارطة الوجود. ما حد كفو صعد المنبر وقال ولو والله لو ثنيت لي الوسادة لحكمت لأهل الإنجيل بإنجيلهم، ولأهل التوراة بتوراتهم، ولأهل الزبور بزبورهم، ولقال كل واحد منهم حكم بحكم الله فينا. ما حد ادعى هذا المقام وقال يا جماعة انطويت أو اندمجت على مكنون علم، أكو علم هنا، لو بحت به لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطوى البعيدة. شايف هذا الحبل من ينزل بالطوى البعيدة بالبير العميق شون يضطرب يتحرك، يقول عندي علم لو أطلع إلكم هتشو ترتجفون، ما يصير عندكم قرار من خطورة وثقل هذا العلم ما تتحملونه. ما حد يدعي هذا المقام إلا ليصعد المنبر يقولهم إنها هنا لعلما جما لو أصبت له حملة، ما حد يتحمل هذا العلم. لذلك أمير المؤمنين من سأله ما هي أعظم منقبة لك يا علي؟ قرأ هذه الآية تلخص كل مقامات علي بن أبي طالب، قل كفى بالله شهيدا. بعد أريدك مرة ثانية من تقرأ هذه الآية بالقرآن التفت اقرأها بتمعن، قل كفى بالله شهيدا. ليش ما قال شاهدا؟ يفترض الآن عرفتش الفرق بينهم. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. يفترض أنك عرفت ما معنى الكتاب وما هي الشهادة. نسأل الله بعد ما طول عليكم أكثر، نسأل الله بحق هذه الليلة ليلة عيد يا أمير المؤمنين سلام الله عليه أن يرزقنا حسن العاقبة. أوصي نفسي وأوصي إخواني، أول دعاء تطلب من رب العالمين دائما في صدر الأدعية قبل لا تطلب التوفيق وتطلب المال وتطلب الصحة وتطلب كذا، أول دعاء تطلبه هو حسن العاقبة، وهذا أهم شيء. قد إنسان يعيش في حب آل البيت وبهالمآتم سبحان الله يذنب بعض الذنوب فيسلب التوفيق ويسلب الهداية ويموت على وهو بعيد عن منهج آل محمد. لذلك اسأل دائما رب العالمين حسن العاقبة، أن نموت على حب محمد وآل محمد، وأن نحشر مع محمد وآل محمد ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.